مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من بيروت اليوم. استضيف فيها مدير عام وزاره التربيه استاذ عماد الاشقر. اهلا وسهلا فيك. نائب المعلمين بالمدارس الخاصه استاذ نعمه محفوظ. اهلا وسهلا فيك. ورئيس اتحاد لجان الاهل بكسروين وجبال استاذ رفيق فخري. اهلا وسهلا فيكم. يعني حلقه تربويه بامتياز مع بدايه العام الدراسي، مع كل التحديات اللي عم نشوفها، كل الامور اللي عم بيواجهها القطاع التربوي والتعليمي بلبنان رح نحكي عنها شوي بالتفصيل. بدي أبدأ معك أستاذ عماد، يعني مع الخبر الأبرز اليوم كان في تلويح باستقالة الوزير دكتور عباس الحلبي. هي الحكومة مستقيلة، يعني ربما اعتكاف، ولكن شو اللي عم بيصير؟ هل كله بسبب رسم التسجيل للمدارس الرسمية $50؟ بالواقع هذا حديث صحفي مكتوب بالصحافة وليس تصريح صادر عن معالي الوزير. يعني معالي الوزير ما فيني أقول صحيح أو لا، معالي الوزير بفرنسا حاليا. أما إذا بدي فوت على قلب هالخبر يمكن معه حق، لأنه عم نقاتل إلنا 3 سنين تنبقي هذا القطاع ماشي، تحديدا القطاع الرسمي. وصلنا لمطرح الجهات المانحة بدنا منهم $4 مليون تنكفي سنة الماضية ما عم بيدفعوها. في هذا القطاع بده يموت إذا ما تمول. عم نحكي عن جهات المانحة اللي بتمول عادة النازحين السوريين، تعليم النازحين. النازحين واللبنانيين بالمدارس الرسمية. فإذا كان الحال، وأنا عندي علم إنه معالي الوزير كان عنده جولة على المرجعيات وعرض هالموضوع، موضوع هذا الرسم يلي إذا بتشوفيه نسبة للحياة بلبنان يمكن مبلغ منه محسوب. هلا يمكن على بعض العيال أكيد بيوزن، مشان هيك نحن المدراء مطالبين يكونوا عم بياخذوا بعين الاعتبار العيال يلي مش قادره، العيال يلي عاجزه. نحن اخذنا 3 اولاد ولا تحت بيندفع عنهم، اعلى لا اذا عائله اكبر. اذا معالي الوزير قدام هالواقع انا بشوف معه حق يكون عم بلوح بهالشيء اذا مزبوط هيك. وبرجع بقول عم بفترض انا، لانه نحن محطوطه وزاره التربيه بمواجهه كل الناس. بدنا نفتح مدرسة ما في مصاري، عندنا المعلمين عم بيطالبوا أقل شيء $600 حوافز أو بدل إنتاجية. لهلأ الحكومة ما ردت خبر. بالنتيجة وزارة التربية مسؤولة عن التربية وليست عن البلد. الحكومة هي المسؤولة عن تأميل التمويل. كان قبل تيجي تمويل من دول الخارج، أوقات سعودية أكثر من مرة دفعت هذا الرسم، وهو مش رسم، هو مساهمة، مساهمة من الأهل في هذا الصندوق، صندوق المدرسة. ما راح يفوت لا عملية الدولة ولا راح يفوت على خزينة وزارة التربية. أو كل مدرسة بمدرستها، يعني نوع من المركزية. مركزية للأهل، لا مركزية للأهل بس. هذا الصندوق في الدولة منعتنا نتعاقد، في مدارس بحاجة لأساتذة لأن في ناس طلعت على التعاقد تقاعد. طيب منين نجيب؟ كل قدام هالواقع كله محطوطين مثل المربطين الإيدي كبوا يتسبح. جينا على عام دراسي فجأة طلعت الصرخة، نحن بواحد بـ30 أيلول بدنا نفتح. هالرسم عمل هالمشكلة كلها؟ هو لأنه اليوم التعليم الرسمي هو تعليم مجاني. إيه ما دقينا بالمجانية، نحن وعم نشتغل بالقانون وليس رسم تسجيل. هو مساهمة، وبالنص إلنا حق تكون الأهل عم بيساهموا بصندوق الأهل لما المدرسة تكون محتاجة. نحن ما خرجنا عن إطار النص ولا حكينا شيء تاني. ويلي عم بيحكي وزايد يراجع النصوص المتعلقة بهالمواضيع ويرجع. وشو الحل برأيك؟ يعني البعض كمان كان في أخبار صحفية تم نفيها أنه معقول دولة قطر تتكفل بهيدا الرسم. لا ما في شيء، ما في شيء، لا ما في شيء. عم بقلك نحن في عزوف من البلدان العربية عن أي مساعدة تقدم للتربية. عم بحكي بالتربية بغير شيء ما خصني. في عنا دول منحة هن السوق الإيو الاتحاد الأوروبي والدولة الفرنسية والدولة السويسرية وعنا الدولة الألمانية يلي اليونيسف هو مشغل لهالأموال. بس حتى هذه الأموال بتناقص كبير.
وبشروط أضيق. بدي أحكي عن موضوع تسجيل الأجانب أيضا، ولكن أستاذ نعمة بدي أرحب فيك من جديد. التحديات اليوم الذي يواجهها العام الدراسي وخصوصا المعلمين، عم نشوف المعلمين بالقطاع الرسمي عم بيطالبوا بال $600 اللي هي بدل كمان بدل أتعاب، وهن عانوا ما عانوه طيلة فترة الأزمة بلبنان من أيضا تغير برواتبهم، وشفنا المعلمين أغلبهم كمان عم بيغادروا، صار في شح بالمعلمين بلبنان. شو هي التحديات الأبرز لهذا العام اليوم؟ يعني خليني اولا بلش بالموضوع اللي كان عم بحكي فيه استاذ عماد، لانه انا عندي وجهه نظر بتقول اذا التعليم الرسمي ما وقف على جراه القسط بالمدرسه الخاصه بده يضل طالع. ما بينزل القسط المدرسي الا وجود مدرسه رسميه ذات مستوى تعطي انتاج تربوي. صحيح. طيب وقت بنحكي بمجانيه التعليم والحكومه ما بتامن موازنه لوزاره التربيه لهالمجانيه، المجانيه ما أنا قرار على الورق، بدك تامني اموال بالموازنه وزنت الحكومة لوزارة التربية لتطبق المجانية. طيب إذا الرئيس ميقاطي بيقول له للوزير ما معي يدفع لك $600، ما معنى نوظف متعاقدين جديد، ما معنى انترنت، وما معنى حق طبشور، وما معنى حق بنزين، وما معنى حق ورق، وما معنى هلأ حتى المناهج الجديدة إلا سنتين عم يشتغلوا بالمناهج الجديدة. أنا رأيي في مشكل بكرة ما فيني يطبعوا الكتب، الكتب هلا تبعت المركز التربوي مش موجوده بالسوق لانه ما في اموال لطبعه الكتب. اذا المشكل كله مشكل مادي وهيدي واجبات الحكومه، تتفضل الحكومه تامل هذه الواجبات. وقت ما بدهم يامنوها عم يحاول الوزير، انا ما بدي دافع عن الوزير، يعني عم يحاول الوزير بطرقه الخاصه يفتح المدرسه الرسميه. الظاهر البعض عم يشتغل عمل شعبوي انه مجانيه التعليم وانه فقراء، ايه فقراء، بس الفقراء ما بتحطهم بالشارع. اللي ما معه يدفع $2000 بالمدرسه الخاصه يمكن يأمن $50 يعلم ولاده، بس لا بيعلم ولاده بالرسمي، ولو معه $2000 يعني بقدر تحط الولاد بالشارع. في خطر على العام الدراسي بالتعليم الرسمي بشكل جدي، أنا عم بحكي لأنه الأساتذة مهددين، إذا ما في إنتاجية $600 ما بنروح، والحكومة ما عم تأمنها، وكل المستلزمات الأخرى اللوجستية للمدرسة الرسمية مش موجودة، وهي شغلة الحكومة. إذا هناك خطر جدي على بداية العام الدراسي. هذا التعليم الرسمي. التعليم الخاص ما فينا نحط كل المدارس الخاصة بسلة وحدة، في مدارس خاصة محترمة قعدت هي والمعلمين اتفقوا هن والمعلمين انه والله سنة الجاي نحن بدنا نعطيكم 60% بالراتب كان على الدولار، جمعوا هالأموال زادوا عليها 30% حصة المدرسة 35%، طلع معنا المبلغ الإجمالي قسموه على عدد طلاب، طلع معنا القسط المدرسي بعتوه للأهل. المدرسة اللي اشتغلت هيك اشتغلت ضمن القانون من جهة راعة المعلمين وراعة الأهل والقسط مقبول، ولكن هناك العديد من المدارس الخاصة لا قعدوا مع المعلمين ولا قعدوا مع الأهل، بعطوا أقساط مضروبة 100% للأهل، زيادة عشوائية، زيادة عشوائية بالوقت المعلمين مع بعضهم عم ياخذوا فتات. ما فين يتحججوا أنه المعلمين بدهم دولار، لأنه السنة الماضية كان المعدل الوسطي هاي السنة اللي مرقت بحدود 30%، نحن سنة جاي عم نحكي معدل وسط 60%. إذا عم نحكي عن المدارس الخاصة يعني بدنا نشوف ضغط الأهالي بهيدا الموضوع، يعني عم يحكي أستاذ نعمي أنه في زيادة عشوائية عند بعض المدارس، وفي بعض المدارس لا درست أدي المعلمين بدهم وقصمتهم على عدد التلاميذ. أنتوا وين من كل هيدا الموضوع؟ عم نشوف في زيادة عشوائية، عم نشوف في أقساط كتير عالية، وبنفس الوقت بالنهاية المعلمين بدهم رواتبهم. طبعا نحن كلجان أهل وكاتحادات لجان أهل موجودين، وفي عنا قانون مفروض يكون بيحمينا يلي هو القانون 515/96 يلي بيحدد القسط المدرسي بموجب الموازنة المدرسية. هلأ بتأسف قول إنه مزبوط خلال الأزمة اللي قطعنا فيها انهيار سعر الصرف، موجة الكورونا وكل اللي صار بسنتين ثلاثة، فيني أقول ما تخزيني على التعبير يعني بمكان ما فلت الملأ بمكان ما، ومش بكل المدارس وما بدي أعمم. صار يتعين القسط عبر مذكرات إدارية بالدولار ويضل الفتات بالليرة اللبنانية على أساس هيدا الباقي منه اللي ما بيشكل 9% بيندرس بموازنة شهر واحد من العام القادم. نوصل على الموازنة نلاقي حالنا عم نتسلى بشي والأساس هيداك يلي ما تبلغني بموجب موازنة، ما اطلعنا، ما درسنا، ما دققنا. بهالوضع هيدا نحن اليوم بورشة عمل بلجنة التربية النيابية وعم بنشارك للكليجين أهل لتعديل هذا القانون وتحديثه ونوصل لمرحلة
توقف هيدي المعمعة يلي احنا فايتين فيها. ما في رقابة على هيدي الزيادات؟ هيدي الرقابة أنا عندي منا كتير متوفرة بصراحة. هلأ ما بدي أقول كل المدارس، في مدارس عم تبعت وراء إدارات المدارس عم بتتواصل، بس هل في دور لوزارة التربية بمراقبة وزارة التربية؟ بس تخبرك بما أنه استاذ عماد موجود معنا، وزارة التربية بأحد المقابلات سألوا للوزير، قال لهم أنا هيدا موضوع لجان الأهل بتحله مش عندي، موضوع القسط المدرسي إن كان بالدولار أو باللبناني، عندكم قانون اشتغلوا عليه ونحن معكم. وفي مادة 13 من القانون 515، كل موازنة غير موقعة من لجان الأهل له حق رئيس مصلحة التعليم الخاص إنه يتدخل بهالموضوع ويعين أوديتور ويحولها على مجالس التحكيمية. لحديت هلا هذا الشيء متوقف، لأنه بعضهم معتبرين بعض إدارات المدارس إنه هالمبلغ بالدولار هذا صندوق دعم، هذا منه موازنة، يعني أنتم ما عندكم كتير صلاحيات تفوتوا فيه، بس الواقع صار هذا بيشكل 92% من قيمة القسط الفعلي، وصارت 8% فقط هي اللي بيتطبق عليها لقانون 515. إذا بدنا نقارن الأقساط على قبل 2008 قبل 2019 يعني على وقت 2005، نعم، هل صارت أكثر أو بعد ضمن الأقل؟ أنا تكون واضح معك وصريح، اللي شعرته بهيدي السنة في مدارس زادت 20% و 30% وإذا مدارس زادت 110% مقارنة مع 2018؟ مقارنة مع السنة الماضية. أوكي. اللي عم بيصير اللي شعرته أنا إنه إذا كان قسط مدرسي قبل 2019 $5,000 حطوها مثل هدف قدامهم إدارات المدارس وقالوا بدنا نوصل له. في ناس راحت عم تطلع 30-30-30 أو 30-30-40، في مدارس راحت 60-70 وقالوا سنة الجاية 30، بس آخر شيء بدنا نوصل للرقم اللي كان قبل. هيدا الشعور، لأنه اليوم وصلنا قطعنا 60% من القسط اللي كان قبل الأزمة. بينما ست نبيلة بدي أعطيكي بس مثل صغير، اليوم الحد الأدنى للأجور قديه؟ $220. صح. انا اذا عندي 3 اولاد ومعدل القسط 2005، وبعتقد حضره المدير العام والنقيب بيوافقوني انه معدل القسط 2005، على 3 $7,500 صميون على 12 بيطلع معدل $625 لازم انا رب البيت شيلهم على جنب لادفع قسط اولادي 3 على 2005. طيب ما هودي 3 اضعاف الحد الادنى، شو هالخلل اللي حاصل؟ بس هن بيعتبروا انه اللي عم يقبض الحد الادنى بيتجه للمدارس الرسميه. تفضلي، بعدنا عم نحكي ال $50. انا بتاسف كمان هون ما بدي اتدخل بالمدرسه الرسميه، بس بدي اتوجه لاهلنا، لاهلنا لاولادهم بالمدرسه الرسميه، يا جماعه انقذوا المدرسه الرسميه ب $50 و$60 و$70، لانه شو ناطركم؟ ناطركم الالوف. يعني مثل ما قال استاذ نعمه، طبعا طبعا لازم ندعم المدارس طبعاً الرسميه كرمال يخفف. نحن بالاساس ست نبيله، بالاساس المدرسه الرسميه لازم هي تكون للناس اللي مثلنا ومثل غيرنا هالمتوسطين. صحيح. المدرسه الخاصه يلي حابب يتفنجر خليه يتفنجر. اذا سكرنا المدرسه الرسميه، طب انا شو بقول له للفقير اللي جاي على مدرسه خاصه وقسطها $2,000؟ شو بدي اقول له؟ شو بعمل له إذا مش قادر يأمن الخمسين؟ لازم ندفع الخمسين ولازم نوقف المدرسة الرسمية تنخفف الضغط، هذا بيسموه مساندة إذا بدك، نخفف الضغط على المدرسة الخاصة تمنشان بلش الرد على المدرسة الرسمية. والبرهان على ذلك إنه المدرسة الرسمية بالامتحانات طلابه عم يجيبوا علامات عالية وعم يتفوقوا. يعني ليش نحن هالاسترشاد بالمدرسة الرسمية؟ ليه ما بنخفف ضغط عن حالنا بالمدرسة الخاصة ويلمرتاح أهلا وسهلا فيه يجي يدفع إذا حابب هو يتسلى أو يتفنجر عفوا يعني. بس المدرسة الرسمية ما لازم توقف على $50 وما لازم نحطها بالإعلام هذا الكلام، بالعكس. استاذ عماد، يعني عم نلاحظ إنه المدرسة الرسمية إذا بدنا نقارن عن مستوى المدارس الرسمية سابقا واليوم بنشوف إنه المستوى إلى تراجع، وحتى في دراسات يعني كنت عم بقرأ إنه في كمان شوي تراجع بالمستوى، وفي تراجع طبعا بالمناهج الدراسية لأنه بعدها من 97 لليوم ما تجددت، بوقت أنه المدارس الخاصة عم تتبع مناهج دراسية فرنسية أو أمريكية أو حتى بريطانية. شو العمل اليوم غير الشق المادي إذا بدنا نحكي بالـ$50 لإعادة دعم المدارس الرسمية أو إعادة المستوى اللي كنا نشوفه بالمدارس الرسمية؟ بس اسمحي لي غلطك بهذا الموضوع، التراجع موجود عند الأولاد بالخاص وبالرسمي، لأنه سنتين كورونا إقفال مدارس خاص ورسمي، وسنة إضرابات غير مستقرة كانت حتى بالخاص، لأنه عندنا 35% من أساتذة الخاص يلي هن فيك تقولي الكرام دول أكرام فلوا صحيح أو نقلوا، مش انتقاصا من الباقيين
بس الخبرات اللي كانت كمان هالشيء انعكس على المدارس الخاصة. ومثل ما قال السنة امتحانات الرسمية عندي 91% نجاح بالمدارس الخاصة وعندي 89% نجاح بالتعليم الرسمي. إذن مش كل فرنجي برنجي، ومش مطرح ما بندفع مصاري معناتها بناخد نتيجة. لا، التعليم الرسمي موجود، التعليم الرسمي عم ينافس. بين العشرة الأول في 170 واحد في 35% من المدارس الخاصة الرسمية. إذن بدنا نوقف عن يعني عم نحكي عن المستوى التعليمي عموما. عندك فاقد تعلمي من وراء الأزمات، فاقد تعلمي مخيف مخيف. السنة نحن قلصنا المنهج أول ما بلشنا، رجعنا بسبب أجبة الجنوب قلص مرة تانية. بس بفاجئنا لما بنعمل بشهر أدار إحصائية بنوديها على المدارس الخاصة والرسمية إنه في شابيترات المدارس الخاصة مش وصلت له، يلي علمت 150 يوم و160 يوم. فما بقى نقول الخاص، الخاص بطل الخاص اللي بنعرفه. وبسمح لحالي مش عقلك بعمم، يمكن في 10% بتحطيهم على جنب، بس في 90% صارت زبون للأسف. يلي تفضل فيه النقيب ويلي حكيه الأستاذ رفيق، في منطق وعم نطالب المدارس الخاصة بالشفافية. أنا مسؤول عن التعليم الخاص، أنا مسؤول عن الموازنات اللي بتجي. وفيني أقول لك أنا من 19 لليوم كل الموازنات مخالفة للقانون كلها. شو عم تعملوا كله اتجاه هيدا؟ ما فيني أعمل شيء، لأنه بآخر المادة 13 اللي تفضل عنها أنا لازم حولهم قدام القضاء المختص. هذا القضاء المختص اللي مش موجود من سنة 2016 يلي هي المجالس التحكيمية يلي لتاريخه لم تشكل. طيب كيف أنا بعمل؟ بتوجهوا كتاب من الوزارة للمدارس اللي عم بتخالف؟ أكيد. وشو الرد؟ ماشي، شو فرق معه؟ مازال ما في رادع. في سنة من السنوات حولت 100 مدرسة قدام القضاء المختص من بعد ما قدرنا جبنا هبة مالية لمكتب محاسبة ربح المناقصة، درس موازنة 100 مدرسة، تحول 70% من هالمئة مدرسة قدام القضاء المختص. أحد المجالس التحكيمية يلي هي الوحيدة عاملة عنده 36 ملف لهلأ ما بتفيون. عم بحكيكي من سنة 2021 ما فيكن تصدروا لائحة طلعوها على الإعلام هذه المدارس مخالفة؟ وإذا طلعناها أنا بدي شهر للأهالي تعرف؟ أنا بدي شهر الأهالي بتعرف، كله بيعرفوا، ما حرم، ما في شيء بخبى، كله بيعرفوا. بيطلعوا 1300 لاسم مثل ما قال النقيب، دعيناهم عدوا مع الأهل، نحن بأزمة كلنا سوا نقطع الأزمة وبنرجع. بس لا، في شيء فردفار شايفينه كان يتحقق وراح، بدنا نرجع له. لا، نحن ما بدنا نغيب كمان صوت المدارس الخاصة، ما لأنه ما حاولنا يكون معنا حدا من المدارس الخاصة. ما تخاف عليهم، أنا معاشرهم 30 سنة وبعرف صوتهم وشو بيقولوا، ومش نحن غيرنا. بس بالواقع نحن قدام مطرح أقل مدرسة قصة 2000 دولار. يا عمي شو صار؟ يا عمي روقوا، يا عمي اتفقوا مع الأهل، يا عمي قعدوا مع الأهل وحكوا أنتوا إياهن. بكون تعطوا الأستاذ مش مزبوط، عم تعطوا الأستاذ. سنة الماضية في مدرسة من المدارس قصة 3000 عطي 300 دولار الأستاذ. طيب ليه؟ في واقع، ومش عم بحكي بطرف واحد أو بمجموعة وحدة، مجموعة تعليمية وحدة، على المستوى البلد. نعم أستاذ نعمة، يعني أمام هذا الواقع عم يحكي أستاذ عماد أنه مثلاً المدرسة اللي عم تاخد قصة 3000 وعم تعطي المعلمين 300، طب هؤلاء المعلمين بيعرفوا أنه هيدا القصة هالقد، وبيعرفوا أنه هن اللي عم ياخدوا يعني فتات هذه المبالغ. شو اللي عم يقدروا يعملوا المعلمين بالمدارس الخاصة أمام هذا الواقع؟ خليني قبل ما جاوبك على هذا السؤال نقول أنه إحنا بدولة تتحلل، ما في رئيس جمهورية، ما في حكومة، ما في مجلس نواب، ما في تشريع، ما في قضاء. بعدنا بالقانون تحت سلسلة الرتب والرواتب اللي طلعت بال2017. يعني هلأ إذا بدك تحكي قدام أي مدير، قدام أي مسؤول، القانون هو سلسلة الرتب والرواتب تبعت 2017 اللي بتقبض الأستاذ مليون ونص، مليونين، أكبر معاش 3 ملايين. وعلى فكرة بعض المدارس هلأ بتدفع لصندوق التعويضات 6% على 1500 تبعت 19، وبالتالي صندوق التعويضات راح.
قدام هالأزمة الكبيرة يلي البلد عايشها نحن عم نرقع، نحن اللي عم نعمله، نحن وأستاذ عماد والوزير والروابط والأهل عم نحاول نرقع الأمور، ترقيع لنخلي هالقطاع ماشي بانتظار إنه البلد يطلع من جهنم الحمراء. الظاهر البلد ما هيطلع من جهنم الحمراء، إنه وقعت اليونان بأزمة، وقعت إسبانيا بأزمة، سنة سنتين طلعوا من الأزمة، هي السنة الخامسة والسنة عم ننزل، يعني ما في خط أحمر وعم نطلع. قدام هالأزمة الكبيرة كل شيء عم نعمله كله ترقيع بترقيع. بمعنى تاني إنه الموازنة، بس بدك تحسبي المدرسة على الموازنة بيقلك إنه الموازنة هي باللبناني على 2017، أنت الدولار ما لك علاقة فيه. نعم. مع عملياً الدولار هو صار هو القصد، إذن في مشكلة كبيرة. مع الموازنة الجديدة تم تعديل المبالغ. ما في موازنة جديدة، نحن المبدأ قانون النقد والتسليف. عم بحكي الموازنة قانون النقد والتسليف بيقلك الليرة اللبنانية هي العملة المعترف فيها على الأرض اللبنانية. اللي صار المدارس راحوا لشيء اسمه صندوق دعم، هربوا من الموازنة. في مدارس اتفقت مع أهلها وواضحة الأشياء. الموازنة حطتها الحكومة، ما رصدت أموال لوزارة التربية. ما خص المدارس خاصة بأموال وزارة التربية. نحن عم نحكي يعني هن بعدهم عم يمشوا على القانون اللي في القانون 515 اللي هو علة العلال. يلي لازم في مشروعين قانون مش نواب يا ريت بينبحثوا وبيكونوا هن خشبة الخلاص لنعرف حالنا والناس تعرف حالها وين بدها تروح. عم تتواصلوا مع النواب لتحسين هذه القوانين؟ نحن عم نحكي بالموازنة المدرسية مش موازنة الحكومة. من الموازنة المدرسية أنا عم أقول ما فيك تحسبي بالقانون لأنه بيرجعوك على 2017، يعني الموازنة باللبنان بتطلع فرنجان، المبلغ الكبير هو بالدولار. نحن كنقابة شو عم نعمل؟ طلبنا من المعلمين كل المدرسة عدوا مع الإدارة. أساساً نحن كنقابة عملنا اجتماع مع اتحاد المؤسسات من 3 سنين، اتفقنا نحن وياهم مشان ما تهرب الكفاءات التربوية مثل ما قال الأستاذ عماد، بحدود 30-35% من كل الكفاءات التربية فلت، إما فلت خارج البلد، إما داخل البلد على المدارس بتعطي معاشات مرتفعة، إما راحت على مهن أخرى، مشان الحافظ على ما تبقى من الكفاءات التربوية، مشان الأهل يلي هني ضامنين بولادهم أساتذة أكفاء يعلمون لأولادهم، قلنا خلينا خلال 3 سنين نستعيد راتبنا. السنة اللي انتهت على أساس 30% من راتبنا على الدولار. سنة الجاي معدل وسطي 60%. أنا وقت بقول معدل وسطي يعني يمكن بعكار وبعلبك وببنت جبال ما نوصل لل 40-45، ببيروت جبل لبنان يمكن نوصل لل 80، معدل وسطي 60%. على أساس اللي بعدها نستعيد رتبنا، إنه خلال 3 سنين نستعيد رتبنا لنبقى بالمهنة، لأنه المهنة اللي ما بدها تعينك ما بتبقي فيها. طيب يعني عم مثل ما عم بيقول أستاذ رفيق إنه إذا عم تحضروا تتوصلوا للراتب اللي كان من قبل، يعني كمان المدارس شكلها عم بتحضر تتوصل. بس ما سبقتنا البعض منها، سبقنا البعض منها هلأ قصته أغلى من 2019. هلأ ما سبقونا بأشواط بحجة المعلمين. وخليني ذكرك بأيام سلسلة الرتب والرواتب من 11-17 هيئة التنسيق النقابية المشهورة، ضلينا 6 سنين بالشارع. بعض المدارس الخاصة ضلوا كل سنة يزيدوا على القسط، كل سنة يزيدوا على القسط بحجة السلسلة، كل سنة يزيدوا على القسط بحجة السلسلة. آخر شيء وصلنا لسنة 17 حطوا زودي، أخذوا 6 درجات الرسمي مع المدارس الخاصة ما أخذوها. هل عم يستخدموا لبعض المدارس، برجع بقول بعض، إنه المعلمين بدنا نعطيهم دولار، السنة بيزيدوا 30، السنة بيزيدوا 5، السنة بعض المدارس زادت أكثر من 100% بحجة المعلمين، بالوقت المعلمين لحد هلا السنة عم ياخذوا 30-35%. يعني هيدا المشكل الكبير اللي ما فيك تعالجي لانه عم نرقع، لانه ما في قوانين بتحكمه، لا رئيس جمهوريه لا حكومه لا مجلس، الدنيا فيلتي. طيب شو اليات الرقابه استاذ رفيق اللي بين ايديكم؟ يعني مثل ما عم بقول استاذ عماد انه حتى ما فين يلجأوا للقضاء. ست نبيلة، اذا بتلاحظي من الحديث اللي عم بيدور، نحن هلا بوضع تسويات، لا في قوانين ولا في تطبيق قوانين ولا عم نعمل شيء ولا عم نطبق شيء. حضرته مدير عام عم بيقول لك انا ما قدرت اعمل شيء لانه كل هالموازنات رجعت بلا توقيع لجان الاهل، ما صار شيء. هالكم ورقه بين ايدي هني موازنه المدرسه، سهل كثير القصه وهينه. هيدي بتوضعها ادارات المدارس معنا، بيعطونا 15 يوم لندرسها، يا بنوقع معهم يا لا. المفروض اذا ما وقعنا ترجع على مصلحة التعليم وهونيك تروح على مجالس تحكيمية وتاخذ مجراها القضائي. هذا الشيء كان يصير قبل لما كان عدد قليل من المدارس يلي ما كانت توقع. ليش؟ لأنه كانت بالسنة 5% 7%
لجان الأهل ما كانوا فعالين هذيك الأيام، ما كان لهم وجود قبل 2017. ليش قبل 17؟ قبل قانون 46 2017، قانون السلسلة. قانون السلسلة يلي بعض الاقتصاديين بيقولوا قد يكون أحد الأسباب الأساسية بإنهيار سعر الصرف بال 19 وبال 20. نحن اليوم إذا بدنا نلاقي الحل، أول شيء الحل بيبتدي من هالورقة اللي بين إيدي، الموازنة المدرسية بموجب ال 515 تتقدم لنا. أنا عم بقول لك كاتحاد لجان أهل، إن شاء الله بالأورو، بالدولار، بالسترلين اللي بدهن إياه، ما بقى تفرق معي، بس بدي موازنة تعكس الوضع الحقيقي للمدرسة، يبين فيها الإيرادات النفقات، لأنه الموازنة ما عم تتقدم؟ إلى أكثر من 3 سنين عم تتقدم بالليرة اللبنانية يلي ما بقى تشكل أكثر من 9-10% بس كمان المدارس محميين بهيدا النقطة مثل ما كنا لا بدي لك شغلة عم بيعملوه عم بيقلبوا الدولار اللبناني وعم بيعبوا الموازنة. الموازنة بقى تكون 35% مصاريف، 65% رواتب وأجور، 35% تشغيل للمؤسسة. بالحسابات حضرته مدقق وبيعرف، المدقق الشاطر بيعرف يطلع الحسابات 35 و65. المشكلة أبعد من هيك، المشكلة 515 بحرفيته وبيقول ما فيك تزيدي إذا ما استجدت أعباء بقوانين أو مراسيم. استجد عبئان بدل النقل والأجرة لما رفع الحد الأدنى لإله. عم يحكي بالقانون يعني. عم يحكي قانونا. يعني إذا في زيد يمكن 2 مليون أو 3 مليون ليرة. لبعض المشي. هاي حد أدنى، حد أقصى. بس نحن بمطرح عم نرجع على قصة 2019 بوضع اقتصادي للأهل، والأخطر إنه عندك بحدود 30% من تلاميذ المدارس الخاصة هم موظفي قطاع عام. بالتالي نحن رواتبنا بعدها لو ضربوها ب7 أو ب70 ما رح ترجع لمطرح ما كنا، وبالتالي منا نروح على مدرسة رسمية. نروح على مدرسة رسمية، عم نجرب نوقف المدرسة الرسمية على إجريها. شو التحديات اليوم أمام المدرسة الرسمية إذا بدنا نحكي لوجستيا ومستلزمات؟ أنا تشغل المدرسة الرسمية بدي بحدود ال 15 مليون دولار تشغلها. مش معاشات، أنا عندي كهرباء صار ما في كهرباء، مزود بدي مزود ما في مزود، بدي تدفئة، بدي فرش، بدي استهلاكات، طبشور، ورق، بدي بحدود ال 15 مليون دولار. أنا بعدني على الطبشورة، مش مع مثل ما بعض المدارس الأكتيف بورد أو الوايت بورد. في عندي مدارس فيها وايت بورد، بس عندي تشغيل بحدود 12-15 مليون دولار. هاي ال 50 دولار كانت بتوفر هيدا المبلغ، وبالمقابل بيسعي معالي الوزير قدام الجهات المانحة لدعم المعلمين بهذه المدارس يلي عنا حمل وعبء كبير اسمه السوري بمدرسة بعد الظهر. كمان عندي 163 ألف تلميذ سوري بعد الظهر بمدارس مجاناً. تلميذ سوريين أو رح يكون عليهم رسمي 50 دولار؟ لا، مفروض عليهم 100 دولار. بس هلأ إذا قامت الصرخة، وبرجع بقلك أنا ما قدرت أحكي مع الوزير تشوف شو ردة الفعل على اللي نحط اليوم، لأن كلنا من نتيجة بالوزارة حديثنا كان هيدا اليوم. بس أنا برجع بقلك قدام ما عم بيصير فيه هذا الرجل، يعني أقل شيء، لأنه عم نشحت بجرافات جهات المنحة، كل واحد بيحط شروطه، عم بيحكي عن الكتب. قدرنا أخذنا من جهات المنحة نطبع كتب السنة للمدارس الرسمية، كتب على المنهج الجديد؟ لا لا لا، المنهج الجديد غير متوفر. قدر معالي الوزير بعلاقته بتواصله بضغطه قدر يأمن ينطبع كتب لهالسنة. يعني هذا الرجل ما عم بيخلي باب ضو ما عم بيطرقه ويفتحه تنخلي المدرسة واقفة. بيجي الصرخة على قصة ال50 دولار الرسم. أستاذ نعمة، عم نحكي أيضا يعني تنحاوط الموضوع من جميع نواحي. المعلمين أيضا بحاجة لدورات تدريبية دائمة، بحاجة لتطوير دائم. عم نحكي أيضا عن المدارس الخاصة، هل هالشي عم يؤمن لهم من مدارسهم أو هن بسعي خاص أو واقف هيدا الموضوع؟ قبل ما أجاوبك على هذا السؤال، نحن حكينا بخطورة العام الدراسي بالتعليم الرسمي. حتى التعليم الخاص منه بمنأ عن هذه الخطورة لسببين. قبل ما جاوب على السؤال، أول سبب صندوق التعويضات اللي قلت لك أنا عم ينهار، لأنه بعض المدارس عم تدفع 6% على القديم. هذا الموضوع إذا ما تسوى
خلال شهر شهرين أنا داعي للمعلمين ما يفوتوا على الصفوف، لأنه إذا أنت تشتغلي بمهنة إذا آخرتك بدها تكون مبهدلة، تخيلي أستاذ 30 سنة خدمة روح ياخذ تعويض 150 مليون 1500 دولار، شو بيعملوا له هدول يعني؟ وما بيعطوهن بالبنك، وما بيعطوهن بالبنك. المشكلة الثانية غير هيدا المشكلة، عندنا صندوق التعويضات اللي رئيسه أستاذ عماد، شكلنا مجلس إدارة جديد لنحل أزمة الصندوق، له 6 شهور المرسوم عند الرئيس ميقاطي ما عم يوقعوا. ليه؟ ما بعرف. يعني في توقيع مجلس إدارة ما عم يطلعوا، وفي موضوع صندوق التعويضات بدنا المدارس تصير تدفع جديد، هيدا القانون اللي الرئيس ميقاطي ما نشره، إذا ما نشره هلا في موضوع تاني بمشروزة لازم يطلعوا، هالمشكلتين إذا ما انحلوا حتى بالتعليم الخاص في خطورة العام الدراسي يبلش. هلا بالنسبة للأساتذة وتدريبهم، إذا رجعنا لكورونا يعني المدارس عملت شوية جهد، بس الأساتذة عملوا جهد خاص، يعني اللي بقي بالمهنة راح هو يعلم حاله عن جديد على التعليم عن بعد ووسائل التواصل والنظام الرقمي. يعني بمعنى كيف عم تقدر تواجه المدارس الخاصة الشح اللي صار خصوصا بالكوادر اللي كتير عالية بالمعلمين اللي غادرت، كيف عم تقدر تعوض هذا الموضوع؟ أنا رأيي ما بيتعوضوا اللي راحوا، الأساتذة اللي راحوا ما بيتعوضوا. وهلأ إذا بدك في العديد من المدارس عم بيتصلوا فينا، اللي بده عربي، اللي بده إنجليزي، اللي بده مات، اللي بده فيزيك، ما بقى حدا يجي على هالمهنة، ما بس لمشان الراتب، لا في راتب ولا في ضمان صحي ولا في آخر صندوق التعويضات انهار. يعني مهنة ما بتضمن لك حياتك بتروح تفتشي على غيرها. يعني يعني واحد عم يشتغل بمطعم مع احترامي لكل عمال لبنان بياخذ أكثر من الأساس بالمدرسة الخاصة، وبالتالي ما بدي يروح على الذكاء الاصطناعي والنظام الرقمي والتعليم عن بعد. وأنا امبارح كنت بأنقرة عم بحضر مؤتمر حول هذه المواضيع قبل ما أحكي باللوجستيات. يعني إذا راتب الأستاذ مش مأمن، وضعه الصحي مش مأمن، وتعويضه بصندوق التعويضات مش مأمن، شو عم تحكي لي بالذكاء الاصطناعي والنظام الرقمي؟ يعني هيدا اللي بينحكى فيهم وقت الأمور البديهية لانطلاق العام الدراسي بتكون مأمنة، ساعتها بنحكي تعالوا نحن وين صرنا؟ نحن صرنا خارج الزمن. إذا بدك أحكيك هلا تربويا، لبنان خارج الزمن، الزمن سبقنا 50 سنة. مناهج جديد إن شاء الله، خاصة بالموضوع التربوي بصراحة، خصوصا بموضوع المناهج. أستاذ عماد، المناهج المنهج اللبناني له من 97 ما تطور، صح. مع كل التطور اللي عم بيصير حول العالم، يعني حتى التطور الرقمي، التطور بخصه بالإنترنت، يعني شفنا التعليم عن بعد بكورونا، حتى نحن واجهنا بلبنان مشاكل فيه بتأمين الإنترنت، اللابتوب، الآيباد وغيرها. شو راح يصير؟ لأنه أنا بعرف أنه كان في سنتين، صار لهم سنتين عم يشتغلوا على منهج جديد، هل صحيح أنه عم بتفوت فيه حسابات سياسية، حسابات طائفية؟ بالواقع معالي الوزير، وبرجع دائما لهالشخص لأن فعلا بكرة التاريخ حينصفه إذا هلأ لم ينصف هذا الرجل، بإطلاق وإصراره على إطلاق المناهج وورشة المناهج الجديدة. كان في مشكلة أول شيء، قدر جمع وسماه هو طائف تربوي، قدر جمع كل الأطياف والأطراف لاتفقوا على إطلاق المناهج الجديدة دون أن يكون لحدا أفضلية على حدا تاني، وبالتالي المناهج انطلقت بحضور الجميع وبالتواصل مع الجميع، وكل طرف موجود جوا وكل طرف عم يدلي دلوه. في اللجنة العليا للمناهج ممثلة من الكل برئاسة معالي الوزير، من 15 يوم أطلقنا آخر مرحلة، قبل آخر مرحلة يلي هي اللجان يلي بدها تحط التتابع والمدى تبع هذا المنهج الجديد، وهذا منهج متطور جدا ويحاكي العصر ولغة العصر. بس بيبقى بالمقابل يلي تفضل فيه، إنه إذا حضرت منهج وما عندي أستاذ، مين بده يستعمله؟ اللي بيشتري سيارة جديدة وما بيعرف يسوق. بقى هاي الأشياء كمان مع الوزير كان عم بيحكي مع الجامعات تنكون كلنا حاضرين بذات الإطار. رح نتأخر؟ لا، ما بظن رح نتأخر. هلأ نحن وهون من يعمل على هذه المناهج؟ في المركز التربوي والبحوث والإنماء يلي بترأسه الدكتورة هيام، والوزير عطول موجود، ما بيقطع أسبوع أو أسبوعين إلا ما بيكون بهذا المركز أو بيتابع من عبر التقارير. إذن المناهج ماشي، الله راد.
المناهج عم يتم العمل عليها مع شوي تنسيق مع المدارس الخاصه اللي بتتبع غير مناهج او لا؟ كله موجود، كلهم موجودين، كلهم موجودين. بس استاذ عماد في مشكله بالتمويل، انا خيفان يخلصوا المناهج وما في امكانيه لنطبع الكتب، ما في اموال. مثل زيت المشكله اليوم خيفان هذا الموضوع اساسا. هلا في كتب مفقوده بالسوق من هيك بكون عملنا جهد على الفاضي. كتب المنهج القديم للمدارس الخاصه دور نشر بكفوا ووفوا، بس عم بحكي بالرسمه. بالرسمه السنه الماضيه ما كان عندنا كتب، السنة طبعاً الكتب إن الله راد حنطبع كتب. وبيكفي حاجة ال للرسمة؟ إيه تكفي حاجة التلاميذ على العدد عدد عملناها. الطباعة بعدين هاي من الأشياء الوزير كمان عم بيجرب يكون عم بيأمن سلامة إطلاق هذه المناهج ووصولها لبر الأمان. لأنه بعد شوي رح نبلش نكتب الكتب ونألف الكتب، هونيك تألفت الكتب بدنا نروح على الطبع، مشان هيك العمل مستمر. المركز عم بيشتغل شغله والوزير عم بيكون بتاني ميله عم يشوف يسعى للتمويل اللازم لهذه المناهج. بدنا نتابع الحلقه طبعا للمزيد من التفاصيل عن الوضع التربوي والتعليم، ولكن فاصل قصير ونتابع. مشاهدينا نتابع هذه الحلقة من بيروت اليوم، تحدثنا في الجزء الأول عن المواضيع التربوية والتعليمية مع بداية العام الدراسي، ولكن نافذة صغيرة الآن ننتقل إلى التطورات التي حصلت مع رياض سلامة بالأمس. أستضيف عبر سكايب الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنطوان معنا. يعني بدنا ناخد تمن غيب هيدا الموضوع، بدنا ناخد رأيك بقضية حاكم مصرف لبنان سابقا رياض سلامة اللي موجود اليوم بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد توقيفه بالأمس. السؤال اللي يطرح يعني أكثر سؤال يطرح، ليه اليوم؟ ما سبب هذا التوقيت؟ ما سبب هذا التوقيف المفاجئ؟ تحياتي أولا لك ولضيوفك والمشاهدين. الحقيقة الحقيقة اللي طرحتيه حضرتك السؤال هو أهم نقطة بهذا الشق. يعني نحن بنعرف إنه القضاء من حيث المبدأ وقف رياض سلامة على موضوع شركة أوبتيموم، وشركة أوبتيموم هي شركة وساطة مالية، وبالتالي يعني توقف رياض سلامة على خلفية الشبهة بوجود عمولات كان عم يتقاضاها. هلأ السؤال ليه اليوم؟ هذا السؤال الكبير. يعني البعض عم بيقول إنه في ضغوطات خارجية، أنا بشك بهذا الموضوع، لأن أنا بعتبر إنه الضغوطات الخارجية كانت سابقا موجودة وكانت بزخم وبقوة، وبالتالي ما بعتقد انه الضغوطات الخارجية وصلت لهون. البعض عم بيقول انه رايحين على اللائحة الرمادية وانه هذا الموضوع يعني موصول فيه باعتبار انه فاتف عملت اشارة الى القضاء وقالت انه القضاء ما عم بيقوم بواجباته، وبالتالي عم بيجرب القضاء يقول انه احنا عم نعمل واجباتنا. كمان هذا الموضوع يعني اذا بدك في شك فيه والحجة ضعيفة، باعتبار اولا الملاحظات على القضاء كانت حول عمليات تبييض الأموال أو الشبهة بتبييض الأموال للي محاولتهم المصارف إلى مصرف لبنان بخلال سنوات، وللي حولوا لبنان للقضاء والقضاء ما أصدر أحكام فيهم. ونحن بنعرف أنه الشبهة هون بيعتبروا أنه السياسة ضاغطة على القضاء لذلك لا تصدر هذه الأحكام، وبالتالي ما له علاقة إذا تم توقيف رياض سلامة معناتها ما بنروح على اللائحة الرمادية. وبالتالي كمان اذا بدك هذا الامر مستبعد. هلا وقت نستبعد قصه الضغوطات الخارجيه بصير عندنا الموضوع الداخلي. حضرتك بتعرفي ان احنا كلبنانيين كمواطنين كنا عم نسمع دائما انه رياض سلامه ما بيتوقف، كان يقولوا ما بيتوقف لانه بتوقع روس كبيره معه اذا توقف. صحيح. طب هل تغير هذا الوضع اليوم؟ بطل في خوف انه يوقع روس كبيره ام لا؟ يعني صار مطلوب يوقع روس كبيره أم إنه يعني في شيء تصفية حسابات معه؟ هذا الموضوع من وجهة غير اقتصادية بهذه النقطة. طيب. أما من وجهة الاقتصادية راح يشير لشغلة نقطة صغيرة بعد. إنه لما بنحكي نحن إنه عن شركة أوبتيموم أو عن أي شيء ثاني وفي شبهة بعمولة،
طب ما نحن عم نستند على في جزء منها على التدقيق الجنائي وعلى تقرير التدقيق الجنائي اللي عملته ألفاريز. طيب هل حدا بيصدق من كل هاللبنانيين انه نحن عملنا تدقيق جنائي وعملنا معركه سياسيه ودفعنا اموال وجبنا هالتقرير لليوم بعد ما طرحناه على مجلس الوزراء او ما بعثناه عند الخبراء لنقول طيب يا اخي شو في هذا التقرير وين علامات الاستفهام وهل لازم نروح على القضاء فيهم هل لازم نعالج؟ لليوم طلع التقرير ما حدا عم يتطلع فيه، يعني تركينه وكأنه فيلم سينمائي صدر وخلص وانتهت القصة. هذا الشيء العجيب بالحقيقة بهذا الموضوع. طيب هذا من الناحية القضائية، ذكرت أنه يعني ماذا بعد توقيف رياض سلامة، خصوصا أنه رياض سلامة لوح أنه في كتير رؤوس راح تنطال في حال تم توقيفه، هل سيفضح رياض سلامة برأيك أشخاص آخرين متورطين بكل الملفات، يعني ملفات الفساد، ملفات المالية؟ نعم طبعا بالحقيقة يعني قبل ما نوصل لعند رياض سلامة اللي هو يفضح، مشان هيك حكيت عن التدقيق الجنائي وعن تقرير ألفاريز. يعني بالحقيقة التدقيق الجنائي التقرير اللي صدر عن التدقيق ما هو دجا فاضح جزء كبير من المنظومة السياسية، هو فاضح كيف كان التعاون قائم بين المجلس المركزي ومن ضمنه رياض سلامة وبين الحكومة لإخفاء الخسائر والادعاء دائما ان في خسائر في ارباح، وهيدي عملت فجوه بحدود 51 مليار دولار، تصوري الرقم قديش كبير. وبالتالي اذا بدك يعني قبل ما نوصل عند رياض سلامة اذا بده يفضح رؤوس كبيره، بالحقيقه المنظومه كلها متهمه لانه بالتدقيق الجنائي تبين انه كلهم كانوا عم يتعاونوا لاخفاء الفضيحه للاستمرار بانفاق الاموال اللي كان فيه اموال مودعين واكتشفنا بالاخر انها اموال مودعين. هذه هي المشكله الكبيره. اما هالرياض سلامة في عنده اسماء محدده بده يكشفها، اكيد اكيد ما فيني جاوب، ما بعرف يعني هذا. طيب مفاعيل هذا التوقيف يعني راح يخلصوا الاربعه ايام، شو ماذا بعد هذا الاربعه ايام؟ لك هلا اذا ما يعني قانونيا ما فيني احكي المسار القانوني، بس خليني اقول شغله لانه سمعت يعني البعض عم بيقول متخوفين انه هل هالشيء ممكن ياثر على الوضع اللي على الوضع الاقتصادي على سعر الصرف كدداعيات؟ هذا اكيد يعني لازم ناكد انه ما له علاقه كدداعيات، ما له علاقه ولا راح ياثر على اي شيء بهذا الموضوع. بس ملاحظه صغيره انا يعني فاتني اقولها كمان، هو بنحكي عن المجلس المركزي وعن مصرف لبنان، ما ننسى انه يعني كل القضايا الكبيره والفضائح صارت بوجود مجلس مركزي مكتمل كان عم بيشارك. يعني الدكتور وسيم منصور اليوم هو حاكم بالإنابة، فكان هو كمان نائب الأول لحاكم مصرف لبنان. بس هو هن بيقولوا إنه كانوا يسجلوا اعتراض ومسجلين بالمحاضر. لك وقت بنحكي عن فضائح مالية عن فساد، يعني مش عم نحكي عن قضية عادية، ما فيك تكتفي إنه تكون عم تسجلي اعتراض، يعني عندي مشكلة كبيرة بهذا الموضوع. تسجلي اعتراض إذا اعتبرت إنه في قرار ممكن يكون خاطئ وتفضلي تاخذي قرار ثاني، إيه ممكن تسجلي تحفظ. بس ما بتسجل تحفظ اذا انت صار عندك شبهه انه القرارات اللي عم تتخذ عم بيكون في وراها فساد او اختلاس او اي امر اخر، وبالتالي يعني كمان هذه منا مبرره. واذا هن سجلوا اعتراض طيب مفوض الحكومه اللي كان يبلغ الحكومه المفروض بهذه القرارات، شو كان اللي بتعمل الحكومه؟ كمان هي تسجل اعتراض؟ يعني في شيء غريب ومستغرب. شكرا لك الكاتب والخبير الاقتصادي انطوان فرح، شكرا لك. شكرا. نتابع حلقتنا والملف التربوي، بدي رحب من جديد بمدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، نائب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوظ، ورئيس اتحاد لجان الأهل بكسروان جبير رفيق فخري. كنا عم نحكي قبل الإعلان عن التحديات التي تواجه العام الدراسي إن كان بالمدارس الرسمية بالمدارس الخاصة وخاصة أيضا بوزارة التربية. بدي اتوجه لك استاذ رفيق، يعني الاهل يعانون ما يعانوه من ضغط اقتصادي، عبء، عم بتلاقوا ليون اليوم من المدارس بطريقه الدفع؟ عم نشوف انه مثل ما ذكرت في موازنات ربما عشوائيه عم تطلع، في زياده بالاقساط بمقابل ما في زياده برواتب المعلمين، ولكن هل عم بيكون في شوي ليونه للاهالي انه يدفعوا هالرواتب؟ يعني انا تكون واضح وصادق بهالموضوع وبحكي عن منطقتي، يعني بين كسروان وجبال. بالسنه اللي ماضيه، السنه اللي قطعت، ما اجينا شكاوى كبيره على تلاميذ انشحطوا من المدرسه بسبب عدم تسديد القسط،
ونفس الوقت السنة يعني في أساساً بالموازنة المدرسية في شيء اسمه بالبند، في بند ما قبل الأخير اسمه مساعدة التلاميذ المحتاجين. يعني أنا برأيي لما المدرسة بتصيغ موازنة تأخذ بعين الاعتبار أنه في بعض الأهل المتعسرين، ما بدي أقول غير شيء، المتعسرين كانوا بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بس بيتقاضوا رواتب، عم بيعتبروا أنه بناخد من هون وبنساعد هون تمشين ضل في إكليبر. يعني أنا بتذكر على وقتي كانوا أوقات الطلاب اللي أهلهم مش دافعين يظهرون لبرا يا ما يعطون الكارنيه. هلا اليوم عم بيستعملوا اليوم يعني إن شاء الله يكونوا زبطوا هالأسلوب. لكن بتقلك شغل اليوم كمان بوجود أستاذ عماد، اليوم عم بيستعملوا بعض المدارس وسيلة ضغط، بيقول لك أنا رئيس المدرسة وعندي غيرها، يعني إله سنة وسنتين وثلاثة عم بيعلم أولاده وما عم بيدفع وأنا بحاجة وأنا بفهمه كمان. شو عم بيستعملوا وسيلة وحيدة هي إنه ما عم بيعطوا الكارنيه. هلا قبل كانت الكارنيه تنعطى ورقيا، هلا صارت تيجي اونلاين، كان ينحرج قدام رفقاته. صحيح. هلا تاني بطل فيها الاحراج، بس كمان لما ما عم بيجوا الكارنيات عم بيستدعوا الاهل، واحيانا كثير عم بيكون في نوع من التسويات انه يا بنقسطهم يا بنسيركم. بس انا بدي اطلع من هولي كلهم، انا بدي ارجع لاصل المشكل. اصل المشكل نرجع نحط موازنه واضحه شفافه، نطبق الماده 3 من القانون يلي بتسمح للجان الاهل انهم يدققوا بالموازنه ويشوفوها ويعطوا رأيهم فيها، وشو بيطلع هالقصد يقسموه. يعني هالنفقات بتنقسم عدد التلاميذ بيطلع القصد. من بعدها نروح للمرحلة الثانية انه لازم يكون في اساسا بكل مدرسة في صندوق مساعدات اجتماعية مفروض يكون موجود. شو ما في مدرسة ما بيجيها مساعدات خارجية، بس ولكن نحن دايما عندنا علامة استفهام، هل هناك استنسابية بتوزيع هذه المساعدات؟ هل هناك محسوبيات بهالموضوع؟ ما بدي عمين برجع بقول، بس ولكن هون عم نطلب نحن كمان بالقانون الجديد انه يكون في ممثلين من لجان الاهل بهال موجودين بهالصندوق. وعم نطالب اكثر من هيك، في شيء انطرح عبر الامانه العامه للمدارس الكاثوليكيه انه كل مدرسه يكون عندها مجالس تحكيميه، يعني مؤلفه من 4 أعضاء، اساتذه، اهل، اداره، وحتى تلاميذ. هالأربعه هول يجتمعوا شهريا يكون يعني يتشاوروا ببعضهم ويصير في نوع من للامور التعليميه فقط، للامور عفوا الماديه فقط او التعليميه مش بس الماديه وغيره. الماديه نحن لما بنحط الموازنه وبنوافق عليها، ويا ما وافقنا على موازنات لقيناها عادله دققنا فيها مشينا، مش بس قصه الماده، قصه المدرسه نحن بعدنا ملتهيين كثير بالقصة. بتعرفي شو عنا مشاكل بقلب المدارس بالمستوى التعليمي، بالاي بالسوشيال ميديا، بالمشاكل الاجتماعية العصر، أيضا مشاكل اجتماعية. مثل ما تفضل استاذ عماد، تدني المستوى التربوي بشكل مخيف اخر 4 سنين، عندنا يمكن اكثر من عندهم. ما عم قارن رسمي وخاص، ما نحن كلنا عايشين ببنية واحدة، عايشين بمجتمع واحد. هيدا اي متى بدنا ننطلق له تنبلش نحسنه؟ نحن بعدنا ملتهيين بالقصد للاسف. انا بدي للاخر اطلب لو كانوا 1% الأهل المتعسرين بالمدرسة الخاصة، وأنا بعتبرهم أكثر من 30% هؤلاء المتعسرين، بس لو كانوا 1% المفروض اليوم قبل بكرة ينوجد لهم صيغة قانونية واضحة تدعمهم تيبقوا بمدارسهم. مش سهل نشيل أولادنا من مدارسنا اللي لهم فيها 6-7 سنين ووين بدي أخده؟ هؤلاء شو بيعملوا؟ أعطيتك مثل يلي $600 بالشهر إذا عنده 3 أولاد. إذا كان 1% بكل مدرسة، هؤلاء تركينه نحن يعني على رحمة وحكمة ومحبة رئيس المدرسة، هو كيف بيدير الأمور عم بيديرها، بس هؤلاء الجماعة مش محميين، أبداً مش محميين. أستاذ عماد، الموازنة اللي رصدتها الحكومة لوزارة التربية قديه بتغطي؟ بدي بتسمحي لي بس قبل الموازنة، لأن قطع كتير إشياء أخذوا من الحلقة. أنا الحمد لله محضورة، يعني أنا مش ناطق رسمي باسم وزير التربية ولا أنقل موقف وزير التربية. قلت أنا بهاي الجريدة ومش كلام للوزير، بالتالي عم ببدي وجهة نظري باللي عم نعيشه نحن، وقلت إذا في هيك يمكن معه حق. أنا ما بتمنى القاضي عباس الحربي يترك وزارة التربية، لأن صدقيني وقلتها، هذا الرجل خلال 3 سنين لو غير شخص ما هدى وزارة التربية هيك. بس توضح أنا ما عم بنقول
وجهة نظر. أصلاً كنت واضح وقلت أنا لا مني مخول أحكي بلسان وزير التربية. معالي الوزير في طلع تصريح من مطرح ما هو بالخارج أو بس يجي هو يحكي. نعم. أنا عم بحكي وجهة نظري فقط. أما بالنسبة لموازنة الدولة هلأ بعثوا لنا الموازنة 25 تندرسها. نحن كانت يمكن منشكل بحدود 5% من قيمة الموازنة العامة. وبمسعى من وزير التربية يلي قدر جاب 150 مليون دولار سنة الماضية تعطى بدل الانتاجية للمعلمين قدرنا نطلع على 10% من قيمة الموازنة العامة مش أكتر. هل تغطي؟ لا ما بتغطي. إذا بتحسبي رواتب وأجور الرواتب والأجور العادية مش المضروبة بسبعة تحكي إيجارات عنا مشكلة بالإيجارات جاية وما عم تخلص. إيجارات القديمة يلي كانت 60 مليون كانت أو 100 مليون كانت تعمل 60 و 65 ألف دولار صارت منا شيء. هلأ أصحابها بدهم يستردوها أصحابها ما بدهم يجددوا. في عنا كتير أزمات ومشاكل. ضرب سبعة عملوا الأجارات بس ما حلت مشكل. لأن إذا أنا كان 100 مليون أجاري وصار 700 مليون 700 مليون يعني 8000 دولار كمان منا خبرية. شو عم تعملوا بالملكات يعني بالمدارس اللي عم بتتسكر؟ يعني أنا بعرف مثلا بمنطقتي في مدرستين رسميتين عم يتسكروا لأنه كمان شح تلاميذ وغيرها. لا نحن في خطة أطلق خطة إصلاحية مع الوزير سنة الماضية بالصيف. من ضمن هاي الخطة إعادة النظر بتوزيع المدارس بقدافي طلاب بهالمدارس بقدافي حاجة لهالمدرسة. إذا في مدرسة حدا ممكن ندمجهم. هلأ عم نشتغل بعملية دمج. يعني أنا عندي مدرسة ومدرستين الحيط على الحيط واثنينتهم مستأجرون. هذه ب 300 وهي ب 300 وكل واحدة بتساعد 800 ضم واحدة وبخفف عبء. هذا المنطق. بس إذا بمطرح ما في مدرسة تانية ممكن تعوض عن وجود هذه المدرسة واجب وزارة التربية تأمن مقعد لكل تلميذ أينما وجد. وعن الإصلاحات والترميم لأنه كمان شفنا أنه في مدارس صار كتير مستهلك البنى تبعها. عندك نحن بحدود 40% من مدارسنا مستأجرة. في عندك أصحاب ملك رافضين هن يساووا ومين عندنا نساوي. بالحد الأدنى قدر وزير التربية وبرجع بقول عم زيد يمكن عم بعيد كم مرة وزير التربية بس بيستيها قدر جاب سلفة من الحكومة بقيمة 500,000 دولار تنقوم بالتصليحات الأساسية تنرفع الضرر والخطر عن الطلاب في هذه المدارس. هالشي مش كافي. ايه عنا هلأ مجموعة مدارس رايحين على الترميم كمان أطلقنا المناقصة لإلها. ما عم نخلي مجال بمطرح إلا ما عم نكون عم نشتغل. بس بالآخر بس ما يكون معك مال. بعد سؤال استاذ عماد يعني عم نشوف في تفاوت بالمستوى التعليمي بين المدارس الخاصة. هل وزارة التربية تراقب هيدا الموضوع أو لا ما بتتدخل؟ وزارة التربية حسب القانون حسب المرسوم الصادر سنة 50 بيقول يحق وجب على كل مدرسة خاصة تعلم المنهج اللبناني ويحق لها إلى جانب المنهج اللبناني تسدي أو تعطي مناهج أخرى. بالتالي أي مدرسة على الأراضي اللبنانية مجبورة تعطي المنهج اللبناني. بال96 نعمل أول بروتوكول مع الدولة الفرنسية لنعمل إكيفالانس للباك فرنسي للبكالوريا الفرنسية وأتاحت المجال لكل اللبنانية يلي حابين. من 18 صار في قانون جديد للبكالوريا الدولية الآي بي فتح مجال للبنانية يلي حابين. بس هيدا بعدها منا متوفر للكل لأنه المدارس اللي عم تعلمها قصتا كتير عالي. بالتالي بس هيدا المدارس تحديدا هل بعدها ملتزمة بتعليم المنهج اللبناني؟ أكيد. وبخبرك خبرية بالامتحانات الرسمية الحالية بالنتائج الحالية في مجموعة طلاب آي بي سقطوا آي بي. مجموعة طلاب باك فرنسي سقطوا باك فرنسي وسقطوا الباك لبناني. أوكي. يعني ما حدا يتفاصح ويتزاكى يقول أنا عم بعلم آي بي أنتوا وين بعدكم؟ إذا وين بعدنا وسقطوا تلميذك؟ يمكن لما عطين اهتمام للمنهج اللبناني ما درسين. لا ما هني على أساس هني الأليت وهني عم بياخدوا علم أوسع من علم البكالوريا اللبنانية ما طلع هيك.
طيب استاذ نعمة، يعني بماذا تتفوق المدارس الخاصة تعليميا عن المدارس الرسمية اذا بدنا نحكي اليوم بلغة الناس كيف بتشوف منظارة؟ خليني بلش لك انه انا خريج ثانوية وانا خريج جامعة لبنانية، والتعليم الرسمي مرق بمراحل كان جيد جدا، ويمكن البلد الوحيد بالعالم لبنان هو التعليم الخاص والطاغي فيه. ما في بلد بالعالم الا بيكون التعليم الرسمي هو التعليم الوطني، لازم هو التعليم الاول للوحدة الوطنية والتعايش الوطني و لأنه إذا بدنا نروح على المدارس الخاصة بكل إيجابياته في ثغرات كتير كبيرة، لأنه في بعض المدارس الخاصة بتعلم يعني هيدي الطائفة عند مدارسها، أصلا بنشوف إنه حتى المعلمين اللي بيعلموا بالمدارس الرسمية أيضا بيعلموا بمدارس خاصة. صحيح صحيح، خاصة المرحلة الثانوية. هلأ التعليم الخاص، أنا برأيي المدرسة الرسمية أثناء الحرب اللبنانية 15 سنة يعني تدمرت والأحزاب استعملتها، لولا التعليم الخاص ما كان موجود كان انقضع التعليم بالبلد. يعني التعليم الخاص حل محل التعليم الرسمي أيام الحرب وحمت القطاع التربوي. برجع وبقول أنا هلأ ما فينا نكفي التربية والتعليم بالبلد بدون ما يوقف التعليم الرسمي على شرعي. أول شيء لسبب وطني لازم يكون هو التعليم الوطني الأول. تاني سبب لأنه هو الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة هن اللي بتعلموا بالتعليم الرسمي. شو الحوافز اليوم اللي راح تكون للمعلمين ليرجعوا يعلموا؟ عم تقول في ناس حتى راحوا نبشوا على مهن أخرى. أكيد أكيد. شو معقول يكون في حافز؟ الأزمة الاقتصادية اللي عم نعيشها للأسف بعض مدراء المدارس الخاصة مش الكل مش عم يفكروا تربويا، مش عم يفكروا بمستقبل البلد، بس عم يفكروا شو بده يدخل المصاري. يعني انه انت عم تاخذ هلا مني 1000 دولار فل، انا بجيب محلك ب 500. يعني هذا المنطق الاهل لازم يكونوا ضده، لان اولادهم لازم يعلموا لهم اياها ناس اكفاء. وهون الاستاذ هلا على فكره الاستاذ مو عاد بس انه انا حامل ماستر او ليسانس فيزيك شيمي ادب عربي فرنسي، الاستاذ يجب ان يتقن التواصل، يجب ان يتقن علم النفس، يجب ان يكون مربي، يجب ان يكون انيماتور بقلب الصف. يعني في عده مواصفات للاستاذ ليقدر يدير صفه. وصناعه البشر هذه ما تلقين، هاي صناعه البشر. وبالتالي يعني بسمع لحالي يقول اقلان الذين يتمتعون بهذه الصفات. وصرخة لمدراء المدارس حافظوا على هالكفاءات، ال 200 دولار و 300 دولار 400 دولار منا شيء قدام شخصيات عم تصنعوها لمستقبل البلد. والمانيا واليابان طلعوا بالتربيه والتعليم، هذا البلد اللي هلا بجهنم الحمراء. اذا ما بدنا نعطي هذا القطاع اهميه مستقبل البلد مظلم. هذا القطاع اللي بده يطلع البلد من جهنم الحمراء بالمستقبل. المستشفى اذا تدمر بتعمريه بعد سنه، المصنع اذا توقف بعد سنتين بترجع بتشغليه، اما قطاع التربيه والتعليم اذا بيروح سنتين ثلاثه ورا بعض بيصير جيل. عم تقضي على جيل كامل. استاذ رفيق، من شو متخوفين هيدي السنه؟ صراحة هاي السنة متخوفين كتير، لأنه فتنا بالمجهول. نحن عن جد فتنا بالمجهول. نحن دفعنا رسم تسجيل أولادنا، حطونا الأقساط وتوكلنا على الله. بس نحن لح نقدر نوصل المدرسة يلي حطت 70% على القسط و80 و100، هل يا ترى قادرين نوفيها حقها خلال العام الدراسي؟ أنا لست أدري. عم تقول حقها؟ حقها حقها بالقسط. هذا حق يعني؟ حطت قسط تنعطي حق المعنى السعر القصص تنكون بس احسن. لا لا لانه هلا حطوا لك انه كل مدارس، انت عم تقول كل المدارس بلبنان عم يتلقوا مساعدات، حطوا خبر عن لسانك بس كرمال. المفروض هيك، المفروض اوكي مش مشكل. بعض المدارس، بعض المدارس اكيد احنا مش عم بنعمم تعميم بقى. نحن عم نقول انه نحن بس بدنا حدا يوقف حد الناس، برجع بقول يلي مش لح يمكن يقدروا يكفوا دفع القسط كامل. وخاصة برجع بقول لك انه نحن كليجين اهل ما قدرنا دققنا بموازنات الدولار، ما قدرنا كما يجب تنكون مقتنعين ونقنع الاهل. مشان هيك نحن خايفين نوصل لمرحلة يعني بهالتضخم هيدا، وبعده حد الادنى 200 دولار، واليوم موازنة ال 25 بتقول في عجز 4.11%، وهيدا شيء بخوف على صعيد البلد. انا هون بدي احكي شوي عن نقيب. نحن لما معالي الوزير طلع تعميم رقمه 33 على 2022 وألزم المدارس انه
طلع موازنتها فقط بالعملة اللبنانية، وكان وقتها مستحيل هالشيء أو كان صعب، لأنه بالنهار كان عم يطلع وينزل 50,000 و40,000 و30,000. نحن أعطينا قبطبات أنه نعمل شيء بالدولار كرمال شو؟ كرمال ندعم الأستاذ. وقت هيدا الصندوق ولد هيدا قالوا هيدا لدعم نحافظ على الأساتذة، نعطيهم $100 بالشهر أو $200 تيبقوا بمدارسهم. ضحينا وقلنا منقبل وتخطينا حتى معالي الوزير تنوقف حدكم، لأنه نحن ولا يوم قبلنا أنه نكون بمواجهة مع الأستاذ. وأنا ما بهمني لا الباتيمون ولا الاير كونديشن ولا الإنترنت إذا ما في أستاذ عم بيعلم من كل قلبه وعنده كل الخبرة. من هون بينهار المستوى التعليمي بلبنان. حضرتكم طلبتوا 60 وال65 وال70%، انا اول واحد قلت لك اذا المدرسه ما اعطتكم نحن بدنا نعطيكم، لانه نحن بدنا نحافظ على الاستاذ. بس يا ترى هل الاهل رجعوا اخذوا ال70% من معاشاتهم المعلمين؟ انا عم بقول عن الاهل. انا طقعت الاستاذ 70% وبرضه ما اعترض، بس يا ترى هول الاهل مين رجع له 70% من معاش، ومين رجع له 60، ومين رجع له 50؟ هيدا الخلل اللي نحن بدنا نجرب نلاقيه، وهيدا جوابا على سؤالك ست نبيله انه الخوف بعده موجود. بدي لك اكثر من هيك، نحن اليوم كلجان اهل العالم عم تتوجه لنا اكثر من المدارس، صاروا عم بيحملونا المسؤوليه اليوم بالسوشيال ميديا، الرقابه المحاسبه، انه وينكم انتم؟ انه اذا المدارس عم بتزيد انتم وينكم؟ انتم شو عم تشتغلوا؟ عم بيتهمونا انه نحن معلبين، نحن متواطئين. يا جماعه انا من هون بدي، من هالمنبر بالذات بدي وجه نداء، هلا بشهر نوفمبر استاذ عماد رح يدعي لانتخابات جديده للجان الاهل، يتفضلوا كلهم على الترشح ويتفضلوا على الانتخابات، وجيبوا لجان اهل يكون عندها مصداقيه وشفافيه ويكون عندها خبره. والمفروض بقلب كل لجنه اهل على القليل يكون في محامي واوديتور، مدقق حسابات، تمنشان ينتظم العمل التربوي والعمل المالي بقلب التربيه. استاذ عماد اخر سؤال، ذكرت انه في اموال من الدول المنحه ما عم توصل للبنان، وذكرت انه يمكن يكون في رسم على الاجانب والنازحين $100. في رسم $100، هل معقول توقفوا تسجيل إذا ما وصلت أموال المانحين؟ لا، نحن أول شيء كوزارة التربية بالنتيجة مش منا لحالنا بفلك لحالنا، نحن مندور بفلك الحكومة، نحن منتبع خطة الحكومة، شو بتقرر الحكومة من نفسه. والمبدأ الأساسي اللي عم بيشتغل فيه بالوزارة، كلفة تلميذ بقلب المدرسة أرخص بكتير من كلفة برات المدرسة، لأنه ما بعرف شو بيعمل. عشان هيك لكل تلميذ مقعد، الغير اللبناني بعد الظهر واللبناني قبل الظهر، هاي السياسة المطروحة. بقى إن شاء الله، لا إن شاء الله بالنتيجة التفاوض والتشاور والتناقش نحن وياهم، لا رح نفتح السنة، بس كيف وشو أمتين رهن للبن يقدموهن. بس بدي أعقب على اللي قاله أستاذ رفيق، ما بدنا نهشم المدارس الخاصة. المدارس الخاصة بتشكل 70% من الخارطة التربوية في لبنان، وبتضم 800,000 طالب. وبالتالي مثل ما قال نقيب، هذه المدارس بعز الحرب اللبنانية كانت البديل عن المدرسة الرسمية واستوعبت الطلاب، ويمكن كانت الفترة الذهبية للتعليم الخاص بوقتها، يلي بلش يتراجع من 96 لما انعمل 515، وبلشنا نتركب لوصلنا ل 18 وفرط كل شيء. نحن مدعوين كلنا بالنتيجة، أنا بس نقي مدرسة مثل عم نقي بيتي، بيت أولادي، هيدا بدي حامي على هالبيت وحافظ على هالبيت، حافظ على هالبيت بكل مكوناته، إن كان بالأستاذ وإن كان بالعامل وإن كان بالإدارة. كمان واجب الإدارة تكون عم تلاقيني بهالشيء. وبالصرخة الأطلقة تجاه لجنة الأهل، أنا مرة كنت بلجنة أهل عضو، أنا بمدرسة أولادي فيها 2000 عائلة، إجا 160 واحد. طيب أنا ما فيني بالانتخابات النيابية يطلع نايب بعشر أصوات وأنا ما رحت انتخبت، وأقعد طالب الناس يلي انتخبوا أو طالبوا لقلوا ليش ما عم تعمل لي؟ النتيجة كلها شركة سوا. ما فيني اتهمه لرفيق أنت مع المدرسة ضد الأهل. طيب تعا شرف شارك بالانتخابات وخسر رفيق أو خسر نعمة، وأهلا وسهلا فيك. عشان هيك العمل كلنا سوا، أول شيء نحافظ على مدرسنا إن كان رسمية وإن كان خاصة، لأنه من دون تربية
ما في لبنان. شكرا لكم. بدي اشكرك مدير عام وزارة التربية استاذ عماد الاشقر، نائب المعلمين بالمدارس الخاصة استاذ نعمة محفوظ، ورئيس اتحاد لجان الاهل بكسروان جبال استاذ رفيق فخري. اسمحي لي كلمة صغيرة، كلمة صغيرة بس كمان تعقيبا على التعقيب لاستاذ عماد. ابدا نحن كلجان اهل وكاتحادات لجان اهل ابدا لا بنهمش ولا بنريد ابدا، نحن بدنا نحافظ على المدرسة الخاصة، وخاصة اسمحي لك المدرسة الكاثوليكية بالذات، لأنه هيدي المنارة تكون قد تكون شبه الوحيدة يلي عم بتضيء هالشرق الأوسط من لبنان. كل المدارس مناراتكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، شكرا للمتابعة.